كلما زادت الحاجة إليك زاد تواصلهم معك. هذا مفهوم يجب أن نغرسه في قلوبنا. العلاقات مبنية على تلبية الحاجات، لا يوجد علاقة ليس خلفها مصلحة، حتى العلاقة في الله فإن خلفها الأجر، وخلفها أن يذكرك بالله، وخلفها أنك تريد منه رضا الله سبحانه وتعالى. إذن خلفها مصلحة، فإذا انتفت هذه المصلحة أصبح لا يذكرك بالله ولا يقربك من الله، هنا خفت العلاقة. كل علاقة مبنية على مصلحة، وتقوى هذه العلاقة بقوة هذه المصلحة. إيمانك بهذا الشيء يا كريم ويا كريمة يجعلك تعذر كثير من الناس إذا تواصل معك من أجل حاجة ثم قل تواصله بعدما يأخذها. إذا رأيت لا تقول سحب علي، لا تقول ما في خير، لا تقول الدنيا تغيرت، قل لا لا، إنما يمارس بشريته، لأنك أنت أيضا تأخذ من غيرك حاجة، فإذا أخذتها انشغلت بحاجة أخرى عند شخص آخر. الماوردي يقول صاحب الحاجة وصول، صاحب الحاجة وصول، والمحتاج إليه موصول. وبالتالي طبيعي جدا يا كرام، باختصار أيضا مما ينقش في قلوبنا، الحاجات صمغ العلاقات، صمغ. كلما قلت حاجتي منك سيقل تواصلي معك، هذا أمر طبيعي عند البشر. لولا الحاجات لتقاتلنا يا كرام. يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا ربي؟ أن رآه استغنى. لما أستغني أنا عنك سأطغى عليك. لذلك الله جعل حاجاتنا عند بعضنا البعض. يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش يا ربي؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليس من السخرية وإنما من التسخير. فالأمير لا يمكن أن تتم أمارته بدون الفقير، ما يقدر. والفقير يصلح حاجاته وحالاته من خلال الأمير، والقوي يحتاج إلى الضعيف يعينه، والضعيف يحتاج إلى القوي ليحميه. كل الناس تحتاج إلى الناس. لذلك في المثل أن مجموعة من الناس أرادوا أن يذهبوا إلى بقافلة محملة بالمؤن على حمير أجلكم الله. فقالوا خلاص الآن قبل أن نسافر بنوزع الأدوار. قال أنت وش تبغى؟ قال أنا أبغى أصير أمير. وأنت؟ قال أنا أمير بعد. قالوا أنت؟ قال أنا أمير. قال الرابع يا جماعة إذا أنت أمير وهذا أمير فمن يقود الحمير؟ هذه الحمير المؤونة والقافلة من سيقودها؟ وبالتالي هذا التنوع يحدث نوع من التكامل يجعلنا نتمسك ببعضنا البعض. الحاجات هي صمغ العلاقات. ليس هذا كلامي، ارجع المجلد الأول في الفتاوى لابن تيمية لترى من هذا الكلام العجب في قضية حاجة الناس بعضهم لبعض. هذا أمر طبيعي، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل واحد يخدم الثاني. وقد التقيت برجل في مدينة الزلفي عمره 114 سنة، كنت أنا مهتم وما زلت بموضوع العلاقات مهتم، يعني لو أطلب في أي استضافة جماهيرية لا أختار لعنوان العلاقات أبدا، لأني أشعر أننا في حاجة ماسة جدا لمثل هذه المحاضرات. فذهبت قلت خلاص جابها الله، عمره 114 سنة معناها يستطيع أن يعطيني خلاصة أجيال تجربة. فرحت سألته عمي الله يعطيك العافية، أبغى سؤال جواب واحد لسؤال واحد. عمي من هو الرجال في هالوقت اللي من هو الرجال اللي ترى أنت أنه نعم يستحق كلمة ونعم؟ أبغى أشوف مواصفات. من هو الرجل 114 ثلاث أجيال سوبرمان؟ أبغى مواصفات رجل، يعني أبغى أكتب. وكنت أظن أن زي كثير من كبار السن وإحنا أيضا أن إحنا نمدح جيلنا ونذم الجيل اللي بعدنا، فظننت أنه سيفعل ذلك، يقول من أول مرجلة والسنة هذه الأيام هذه ما في مرجلة،
ولكن سأسمع منه. فقلت له: من في ظنك من يستحق كلمة نعم؟ وجهزت القلم. ثم صمت طويلا وكأنه يقلب ذاكرته وتاريخه، ثم قال: يا ولدي، كل الناس في هالوقت ونعم. كل الناس ونعم؟ قال: كل الناس ونعم. قلت: ليش يا عمي؟ قال: ما دام كل فلوسه في مخباته وما احتاج احد لاحد، فكل الناس ونعم. يا ولدي، اول جاري في المزرعه اتهاوش انا وياه، ارضيه ويرضيني علشان اذا رحت هو اللي بيقعد عند عيالي، انا محتاجه ولا يقدر يزعلني لانه ممكن يروح ويحتاجني، فاحنا نصبر على بعضنا البعض لاننا نحتاج الى بعضنا البعض. اما الان يقول مخباتك فيها فلوسك ولا صراف، تلقى الواحد يزور مدينة أهله ولا يمر أخوه، يستاجر في شقة أحسن من يقعد عند أخوه، ما كانت هذه موجودة سابقا. فيقول: طالما الناس ما احتاجت البعض أنا ما أقدر أعطيك تقييم، كل الناس يعتبرون ونعم، لأن أساس العلاقة وقوتها في قضية الحاجة. لذلك الحاجات أو علاقات الإنسان مثل حياة القنافذ، حياة القنافذ يحتاجون بعض، القنافذ شوك إذا اقتربت آلمت بعض. فيأتي فصل الشتاء برد عليهم، عندهم خيارين: أما يتفرقون ويموتون برد، وإما يقتربون فيتحملون الألم الوخز ولكن يدفون. فماذا تفعل القنافذ؟ تقترب حتى تدفأ، فإذا دفأت ابتعدت عشان الألم، فإذا بردت رجعت مرة ثانية تحملت الألم لكنها من أجل حاجة. وكذلك الناس يا جماعة، الناس قنافذ ونحن قنافذ، نؤلم بعضنا البعض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن واحد من القواعد المهمة جدا لا يضيق صدرك، واحد من الشاب كان يقول لي مرة المرات يقول: صدق يا أخي يشعر بالألم هو. إيش فيه؟ قال: يا أخي وصيت أبوي يشتري لي سيارة، وصيت أبوي يشتري لي سيارة. يقول: في ذاك الأسبوع اللي أبوي يروح فيه للمعارض ياني أشتاق له بشكل غير طبيعي، أحب أشوفه وحب، يقول عيونه اختلفت، يقول ويشرب القهوة أحس كذا بمشاعر تجاهه، هو زعلان يقول: ليش أنا كذا يعني؟ ليش عشانه بيشتري لي سيارة؟ ترى هذا طبيعي يا جماعة، طبيعي جدا أن يشعر الإنسان بهذه المشاعر، بمعنى أن كلما زادت المصلحة والحاجة زادت العلاقة. هذا واحد، هذا من جهة الناس. من جهتك اقترب من أصحاب المصالح، خذ مصلحتك، لكن لا تنسى فضلهم، لا تنسى شكرهم، لا تنسى مجازاتهم، لا تنسى إذا أرادوا شيء أن تكون بجانبهم. الغلط لما أخذ ما عندك وأتركك ولا أشكرك ولا أذكرك، هذا هو الخطأ. اثنين، كلما زادت الحاجة إليك زاد احترام الناس لك. هذه أيضا مشكلة ثانية. المدير ليش الناس تحترمه؟ لأنها تحتاجه، ترى لأنها تحتاجه. كلما احتاجوك الناس أكثر احترموك أكثر. احترام الناس للتاجر هو مظنة ماذا؟ الانتفاع منه. ولا أعمل. إذا كل ما زادت الحاجة زاد احترام الناس لك. أعطيك مثال، احنا بنروح كلنا الباص، في باص بنروح لمكة، على الطريق ما في إلا محطة واحدة فقط، خرب الباص، يوجد في المحطة عامل أخلاق نزقة جدا وشرس وسيء حاشاكم، ولكننا إيش؟ في حاجة مضطرين، فانتخبتوني جزاكم الله خير ونزلت أكلمه: سلام عليكم، إيش يبغى؟ والله أنا عندنا هذه كفر. أنت خربان، أنا خربان. أنت ما في كويس، أنا ما في كويس. أنت مطوى صغير، أنا مطوى صغير. زين
أنا مدير أنت ما في مدير، أنت مدير وأنا خربان مرة، سودي كل ما فيك، سودي كل ما فيك كويس، بس بالله الكفر لو تسوي لنا، سوالنا الكفر خلصنا شغلنا تأكدنا، شو ممكن يصير؟ بنفتح الدرايش بنوسع صدورنا بنطلع اللي في خواطرنا. ما الذي يجبرني على احترامه في تلك اللحظة؟ هو حاجتي من يا جماعة، حاجتي من حب الناس للذهب والفضة والمال. لماذا؟ لأنها وسيلة توصلنا إلى حاجاتنا، وكذلك تعاملنا مع البشر، كل ما احتجنا أكثر كل ما احترمناهم أكثر. هذا طبعا هذه من القوانين الخاطئة لكنها موجودة، هذه موجودة. وبالتالي لما يتصل علي واحد من الشباب مثلا يقول يا أخي أنا أهلي ما يحترموني، يحترمون أخوي ولا يحترموني، أقول له أحسن، أحسن يا دبوج يلي ما تنفع بشيء، لأنك لو كان لوجودك معنى ولغيابك أثر لا احترموك وافتقدوك، بس إذا أنت ما عندك شيء لن يحترموك. وبالتالي فهمنا لهذا الشيء يجعلنا نفهم ما هي معايير الناس في الاحتياج. ثلاثة من القوانين أيضا في ليست قوانين من المفاهيم في العلاقات، كلما زادت مهاراتك، عندك لغة تفهم فوتوشوب، تفهم في التقنية، تفهم في الأنساب، تفهم في التاريخ، تفهم في الطقس، تفهم في الشعر، تفهم عندك مهارات كثيرة في الإلقاء في الإنجليزي، كلما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك وزاد استغناؤك عن الناس، وكلما نقصت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك، ما عاد يبغونك. لما أنت تكون عندك مهارات كثيرة الناس تحتاجك، وبالتالي تكون نجما اجتماعيا جوالك ما يسكت. لما تكون أنت متطلب يعني أنت محتاج للناس ما تعرف، كلما اتصلت على واحد شاف رقمك قال لي هذا من النوع اللي ياخذ ولا يعطي، ما حد يبغاك وحاشاك. وبالتالي لما نجي نربي أبنائنا مهم جدا أن نكسبهم مجموعة مهارات، مهم جدا أن نكسبهم مجموعة مهارات يستطيعوا من خلالها جمع مجموعة من العلاقات. واحد من الشباب من العام الماضي كان يكلمني يقول ما قدرت أكون علاقات نهائيا، وهو فعلا حبيب ولا يتكلم وما أدري إيش ومزح ثقيل فقلت له شوف لا تأخذ دورات على اتصال ولا مهارات، معناه أخذ كثير. قلت له أتقن مهارة معينة يحتاجها جيلك كشيء في التقنية أو شيء في وشف. وفعلا الرجل بدأ يتقن وبدأ يكون علاقات ويشعر بالقيمة، لأن الناس صارت تحترمه وصارت تتواصل معه من أجل هذه الجزئية. وبالتالي أنا أو أنت أو أبنائك أو من تعول مهم جدا أننا نبدأ نكسب مهارات من أجل أن نكسب علاقات، كسب مهارات من أجل أن نكسب علاقات. أربعة يا كرام، كلما قويت العلاقة قصر عمرها، كلما قويت العلاقة قصر عمرها. تبغى تطول علاقاتك لا تعمقها، كلما تحولت العلاقة إلى تعلق انقطعت بسرعة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يا جماعة العلاقة العميقة علاقة، طيب خليني بعطيكم مثال آخر قبل العلاقة العميقة. أبغى واحد من الشباب الصغار، كان فيه شباب هنا ما شاء الله، والله ما أدري ودك تجي هنا؟ إذا ودك، إذا ودك، إذا ودك بسم الله عليك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شلونك؟ طيب بسم الله عليك، ابغاك تسوي كذا كذا وتوقف زيي ارجع. طيب هذا يا جماعه اسمه تعلق في العلاقه. الان اللي بيني وبينه تعلق، تعلق. طيب وقف، هذا اسمه، هذه علاقه. طيب فك يدك، ما تحركت انا عادي وهو في مكانه وفي مكاني، بينما اذا في تعلق ارجع
أيوة لو فكني هو أبطيح أبطيح. اثنين، أيهم أريح لما أوقف كذا الأولى ولا لما أوقف كذا؟ الأولى يا جماعة، الأولى أريح، فهي أدوم أدوم. أما التعلق فأولا جهد وجهد مقابل. اثنين، أحدنا سيمل قبل الآخر، شو بيصير؟ بفك. إذا فك انتبهوا أبطيح. طيب إذا طحت أبتألم، من مصدر الألم؟ هو، فيتحول من أحب الناس لي إلى أبغض الناس لي. العلاقة بين طرفين إذا تحولت إلى تعلق لا تستمر أكثر من سنة ونص إلى سنتين، في بحث العالمة ديبورا في كتاب لم أقصد هذا، ما تستمر ما تستمر. وبالتالي العلاقة كلما قويت قاصر عمرها قاصر عمرها. نعم الله يعطيك العافية، شكرا حبيبي، شكرا. لذلك يا كرام ليس جيدا أن نعمق العلاقة. يا كرام تعميق العلاقة يعني أني أنا خل أعطيكم إياها مثال بالسيارة. تعميق العلاقة مثل اللي حاطه بنمرة واحد ورايح المكة، كيف المكينة؟ جهد جهد جهد. تعميق العلاقة معناها أن تبذل جهد كبير جدا 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 تجاه المقابل. ما مؤشرات أن العلاقة تحولت من علاقة إلى تعلق؟ مؤشرات أنك ماشي غلط، مؤشرات أن العلاقة خاطئة، مؤشرات أن العلاقة مريضة بالعشق والتعلق، ثلاث مؤشرات. جزاك الله خير، شكرا، جزاك الله خير. أولا إذا كان هناك تركيز شديد في حضوره، تركز عليه في حضوره وتفكر فيه عند غيابه، وتحب أن تتملك ولا يشاركك فيه أحد، اعرف هذه العلاقة غلط ومريضة وتحتاج أن تخفف منها أو تقطعها، علاقة خاطئة جدا. ثلاثة مؤشرات: التركيز عليه عند حضوره، ما تشوف إلا هو، قد يكون من طرف وقد تكون من طرفين، ما تشوف إلا هو وما يشوف إلا هو إلا أنت، لدرجة أنهم يجلسون في نفس الجلسة ويراسلون بعض بالواتساب، جالسين جنب بعض، إيش فيك اليوم ما عجبتني؟ والله ما عجبتني شيء، شوف ذا اللي على يمينك لا تلتفت. طيب يعني كسولف، لا مرة مركزين على بعض في حضورهم، مركزين على بعض في حضورهم. وعند الغياب التفكير فيه، رايح مع عيال عمه ولا مع أهله يرسل له الله ليتك معنا صور، والله لا، درجة أنهم أحيانا تقول نفسية بس الحمد لله يا جماعة. العشق ابن عباس يطوف على الكعبة يدور سبعا يطوف ويقول أعوذ بالله من العشق. العشق مصادفة قلب فارغ، العشق مرض يا جماعة، لا عوض فيه ولا أجر، مرض مرض مرض، أعوذ بالله من العشق. فيطلع أحيانا يعني هو متعود يروح مع صديقه دانكن فيحبه مرة، ما راح معه ذاك اليوم، إذن في حضوره يركز عليه، في غيابه يفكر فيه، إيش سوى؟ طلب اثنين كافي، واحد واحد قدام، صور كم أفتقد غيابك في هذه المنطقة. الله يرحم لي أمك. طبعا التماسيح يضحكون لي ما قد جربوا العشق، والله جد، لكن اللي جرب العشق يعرف أن هذا السلوك صح موجود لكنه مؤلم يا جماعة. يا كرام في ظني لا فرق بين العشق والرق، لا فرق، الأول تقييد للنفس والثاني تقييد للجسد، عبودية يا جماعة عبودية. وبالتالي لا تحرص أن تكون علاقات فيها تعلق لأنها علاقات مريضة وستمرضك. ميتات سم خطأ حتى مع الزوجة أن تتعلق مع زوجها، وخطأ للزوج أن يتعلق تعلق. يا رجل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال كان أبو بكر، فلما بلغوه نزل من الجبل وجاء من مزرعته وكشف عن وجهه ثم قبله وقال طبت حيا أو ميتا يا رسول الله، ثم أكمل الرسالة مشى، لم يكن تعلقا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انهار وارتد وغير وتبدل، لا، كانت علاقة وليس تعلق. يا كرام قرب الشيء، تقول العرب قرب الشيء حجاب. إيش معنى قرب الشيء حجاب؟ يعني لما تقرب يدك الآن هذا حجاب، أنا لما أقرب يدي إيش أشوف؟ يد، ما عاد أشوفكم.
فلما نكون علاقة مع أحد ومرة أحبه ويحبني وقرب الشيء حجاب يحجبني عن مصالحي في الحياة وعن ديني وعن الناس وعن أهلي وعن ربعي وعن المناسبات الاجتماعية وعن علاقاتي الثانية، علاقات الثانية يحجبني. طيب هذا الحجب في خسارة ولا لا؟ جدا خسارة. طيب أنا مليت شو أسوي؟ أحاول أبعده، شو أسوي هو؟ أحاول يقترب. فأبدأ أنا أشوف الآن متى تفسد العلاقة. الآن تكون أولا بداية من طرفين، ثم واحد منهم يبغى يتنفس، يبغى يغير، فيبدأ يحاول يبتعد. الثاني يقترب أكثر لأنه يبغاه، خلاص محتاجه. الثاني ليش يقترب أكثر؟ لأن الأول لما ابتعد لم يبتعد إلا وقد اتكى على ركن آخر، لقاله حاجة ثانية. لذلك العلاقة في التعلق، ولا أريد أن أطيل فيها لأنه يبغى لها شغل لوحده. العلاقة في التعلق أو المسألة في التعلق مثل لما أنت في البحر ويجيك مد وجزر، شو اللي صار في المد والجزر؟ ليش طلع مد والجزر هذا؟ ليش؟ بسبب إيش؟ إيه القمر، صح؟ في العلاقات إذا بدأت العلاقة بينك وبين شخص بمد وجزر، اعلم أنه ظهر في سماء حياته بدر آخر، في بدر. فهذا الآن لما يبدأ يبتعد أكيد أنه بدأ يهتم في شيء آخر، قد يكون هذا البدر ليس إنسانا، اهتمامات أخرى، هواية معينة، بدأ ينشغل، بدأ يفتح، بدأ يشوف العالم، فهو متكئ. فما عادي لو تفك أنت عادي، هو الأول لا يبغى إيش؟ ما في شيء، بيطيح، فيقترب أكثر، هذا ينزعج أكثر، هذا يقترب أكثر، هذا ينزعج أكثر، هذا يبدأ يقفل جواله، هذا يبدأ يدور على بيتهم. يقول لي بعض الناس من هالنوع، قال اقسم بالله يا أخي أصابني شلل إلكتروني. قلت ليش؟ قال في واحد دقاني ما أبغى أرد عليه. قلت وبعدين؟ قال أخاف أدخل واتس يلقاني متصل، أخاف أدخل تويتر ولا غرد ولا يدري عني، أخاف أدخل سناب يدري عني، أخاف يدري. يقول طفت جوال، عود بكلمات لا تمات، مش دبيت الجوال من أجل هذا الإلحاح في التواصل. أنت لما تلح علي، أنا لا أقرأ هذا الإلحاح أنه محبة، أنا أقرأ أنه مذلة يا جماعة. أي تسلط، إلحاح، إزعاج، زن، شيء مو طيب. وكذلك الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج يا كرام. التعلق معناه العشق معناه أنك تقدم كل شيء، تقدم هذا الشيء على كل شيء، وهذا فيه خسارة في دينك ودنياك. لذلك بعض الأخوات اللي متمركزة حول زوجها تفقد كل أدوارها وتصبح حياتها رهينة لمزاجية زوجها، وهذا من الأخطاء الكبرى. لذلك يمكن أن نقول أن حياة الرجل كتاب كتب في إحدى صفحاته زوجتي، وحياة المرأة كتاب عنوانه زوجي. بعض النساء وبعض الرجال لا تتمركزين أيها الكريمة لا تتمركز على زوجتك فقط. لماذا؟ لأن الزوجة هي الإنسان مجموعة أدوار، فهي عندها دور اسمه دور الزوجة، ودور الأم، ودور البنت، ودور الموظفة، ودور الجارة، ودور الصديقة، ودور بنت العم وبنت الخال القريبة يعني، ودور الأمة عبدة لله سبحانه وتعالى. عندما تذوب كل هذه الأدوار في دور الزوجة، هنا تصبح الحياة تعيسة. كثير من الأزواج والزوجات العشاق يتعاملون مع بعضهم البعض كما يتعامل أجلكم الله الثور مع هدفه. إيش يسوي الثور؟ يحطم كل شيء قدامه من أجل إيش؟ الهدف هذا. كثير من العشاق يحطم كل علاقاته ويسحب على الناس ويسوي من أجل هدف، ثم إذا حصله أو لم يحصله التفت وراءه فوجد الخراب، خراب حاس دنياه كلها. وأنا أتكلم عن قصص كثيرة يا جماعة. مرة اثنين من الشباب، طبعا شوفوا قرب الشيء حجاب ما يخليك تشوف الحقيقة أبدا. اثنين من الشباب كانوا في ثاني ثانوي، واحد ثاني ثانوي واحد في أول ثانوي. اللي في ثاني ثانوي مميز، فصل أول أخذ درجات عالية جدا، فصل ثاني ما حضر اختبار ولا سوى شيء ولا أبس شيء.
أعاني من العشق بعد 15 دقيقة يوجد مداخلات. أبشر يا شيخ، أبشر يا شيخ، قدرك يا شيخ، جزاك الله خير. بس مع حق يحبك حقيقة. فهم اثنين. فالثاني أقول لكم اللي في ثاني ثانوي، الفصل الأول مميز جدا جدا مميز، الفصل الأول. الفصل الثاني مرة سيء. فراح المرشد ايش فيك؟ قال والله ما في شيء. ايش فيك؟ مدري ايش، زيت زيتون مميز عين. قال ما فيني شيء بالحلال. فالحالات مستعصية احيانا. كلمني الوكيل، رحت كلمته، ايش عندك ابو فلان؟ الله ما عندي شيء، يمين يسار يمين يسار. اخر شيء اكتشفت انه يريد ان يرسب لانه يحب واحد في اول ثانوي، فيبغى يرسب عشان يجي هذا اللي في اول ثانوي. فقلت له طيب يعني انت داخل في مغامره، يمكن يجي الاول ثانوي ما تصير صديقه. قال لا هو صديقي الان. قلت لا، قال لي وطيب. قلت خلاص، صرت اراقبهم. اوه الناس فالينها يمشون كذا في المدرسه، زين هذا يحط يده سندويشه هنا وهذا السندويشه، يوكلون بعض. رجال ترى رجال. ولاحظوا ولا ما يهمني، ما يهمهم كلام الناس، ولا اصلا ما يشعرون فيه، ما يشوفون احد. قرب الشيء هيك، قرب الشيء حجاب، ولا يهمهم شيء، ماشيين يا ابن الحلال. ما فات فيهم. جمعتهم قلت لهم اسمع، وشرحت لهم نظريه الهرمون البي اي اي حق افرازات الدماغ في المشاعر، لا يدوم اكثر من سنه ونص. قلت له شوف، انت تبغى ترسب عشان بيجيك هو السنه الجايه، جامعهم اثنيناتهم. قلت والله لاحلق شنبي من هنا، بس كذا شنب هنا، حتى هتلر ما سواها هنا، زين، وبخلي هذا. اذا السنه الجايه انتم ربع. طيب طبعا للعشاق هذا التحدي تافه جدا. اقسم بالله قلت يا شيخ لا تحلف، اتحداكم. لا اريد ان اطيل لان احنا مش نتحدث عن العشق، لكن في العطله انا دخلت قسم الشرطه افرق بينهم. واحد منهم خفف، الثاني صار يدور على البيت، وبعدين هذا قال يا اخي تفكني انا بروح مع عيال عمي. قال وش عيال عمك؟ انا اجيب عيال عمي احسن من عيال عمك. وجاب عيال عمه وطق وطاخ وطيخ وطاخ وشرطه ومشاكل. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، يوما ما. وبالتالي هذه من الاشياء اللي فيها اشكالات كثيره جدا، ان العلاقه لا يجب ان تقوى، قلل منها، خفف منها لتدوم العلاقه، من اجل ان تدوم. خمسة، كلما زادت علاقاتك زادت مسؤولياتك. كلما زادت علاقاتك زادت مسؤولياتك. يا كرام، يجب أن يكون قلبك كالدار يستقله الناس، لا كالقطار يركبون وينزلون فيه بكثرة. احذر من كثرة إنشاء العلاقات في زمن يتفاخر الناس فيه بالعلاقات. أنا جوالي فيه 5000، أنا جوالي فيه 2000، أنا الفولورز مدري كم. احذر من إنشاء العلاقات، فإن العلاقة مسؤولية لها حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. واحد يقول لي أنا جوالي فيه 5000. طيب 5000 هذول إذا في المعايدة إيش يسوي؟ مصيبة. طيب اترك إنه ما يرسل لهم، اترك الرد. لو 10% من 5000 عايدوه معايدة، كم يحتاج؟ 500 رد. مصيبة. علاقة مسؤولية. من 5000 لو 1% 1% عزمة على عرس في جوال زي كذا، 50 عرس. طيب ما راح، بيزعلون عليه. راح البعضهم بعضهم ما راح، بيزعلون عليه. لو راح كلهن كلهن تزعل عليه زوجته. ما شيء غير طبيعي. يقول عمرو بن العاص كلمة اكتبها بعيني، بدموع عيني يا جماعة، يقول هذا الداهي عمرو بن العاص، قال من كثر أصدقاؤه كثر غرماؤه. يزعلون عليك بعدين، خلاص صاروا هذول كلهم غرماء عليك. ويقول عمرو بن مسعد رضي الله عنه رحمه الله، يقول أوف كلمة خطيرة، يقول العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرق. إذا لك ربع صداقات قاضية زي العبودية، فيها مسؤوليات وفيها حقوق وفيها واجبات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير العلاقات، كان صفي العلاقات. لا تكثر يا جماعة، لا تكثر من العلاقات، فإن العلاقات مسؤولية تحملها على ظهرك. هي كالحجارة، كلما زادت ثقلت.
اجعلها كالجواهر، انتقيها لتكون مبهجة. كثرة العلاقات يا كرام، العلاقات بشكل عام مثل الغطاء، مثل الغطاء، قليله دفء، كثيره عبء. لا تكثرون يا جماعة، لا تكثر إذا أردت فعلا أن تكون يعني واعيا بعلاقاتك. طيب، بس عشان نختم هذه السبعة، كلما زادت عداواتك،